السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير حبايبي اخواتي، اغلى حاجة في حياتي. اهلا بكم في قناة يومياتنا انا بنت الصعيد. انا اسفة طبعا جدا جدا على ان انا ما صورتش غير فيديو واحد النهاردة، بس والله العظيم حرفيا انا مش بقدر الصراحة اطلع في الشمس. لو ما صورتش فيديوهين من بالليل اللي هو قبلها بيوم يعني، مش بقدر الصراحة اصور تاني يوم، لاني بصوا بتبقى الصراحة الشمس سخنة جدا الصبح، يعني من الصبح لحد الساعة 5 المغرب اللي هو دلوقتي الساعة 7، ويا دوب الجو بقي ايه اللهم صل على النبي يعني حلو بالنسبة لي وللطيور. انما الطيور يعني لما بيكون الصبح المكان ده بيكون ضلة، والمكان ده برضه بيكون ضلة هيقعدوا فيه، فانا طبعا استحالة هقعد في المكان الضلة، لا لما هصور هكون واقفة في الشمس. واسفة جدا تاني بقى ان انا ما صورتش لكم غير فيديو واحد، تمام؟ النهاردة ان شاء الله بإذن الله الوصفة بتاعتنا حلوة جدا جدا. احنا دايما الحمد لله وصفتنا طبيعية، مش بنستخدم اي ادوية او فيتامينات من الصيدلية البيطرية او اي حاجة بيولوجي، غير والله العظيم اللي هو ايه مضاد السموم، تمام؟ انما اي وصفة تانية انا بحاول يعني اني انا اعملها لكم ايه طبيعية. تعالوا بينا بقى نشوف ايه النهارده الوصفه بتاعتنا، وهناكل طيورنا ايه، لاني انا حطيت ليهم مضاد سموم بيولوجي في الميه اللي انتم شايفينها دي، لسه يعني مغيره لهم ميه من ساعه، تمام؟ فمش هغيرها لهم اكيد دلوقتي، هغيرها لهم ان شاء الله باذن الله بالليل كده قبل ما انام هغيرها لهم، لان انا طبعا زي ما انتم عارفين اني انا بدي طيوري 3 وجبات من الساعه 5 كده للساعه 1 بالليل. اهم حاجه ان تكون اللي هي وجبات قليله، ما تخليش الاكل تحتيهم، لا انا عايزه وجبه قليله ياكلوها وانت واقفه كده، وبعدين تحطي لهم اكل تاني. لايك وشير كتير للفيديو، واللي اول مره طبعا يشوف القناه ينزل تحت الفيديو يعمل اشتراك للقناه ويفعل زر الجرس على كلمه الكل، عشان كل ما انزل فيديو تتفرج عليه. على فكره انا كل فيديو بنزله والله العظيم ما ببص على المشاهدات بقت كام، لكن الصراحه الكومنت واللايك بيفرحوني جدا جدا، فاي حد طبعا حابب ان هو يفرحني يعمل لايك وكومنت تحت الفيديو، ان شاء الله باذن الله يعني برد على كل كومنتاتكم، سواء كانت اسئله سواء كانت دعوه حلوه سواء كانت كلمه حلوه، لاني فعلا والله العظيم انتوا احسن واجمل ناس في الدنيا بجد، يعني ربنا يا رب يديمكم كده نعمه في حياتي. انا امبارح رحت السوق اللي هو سوق الخميس، صراحه رحت السوق ما جبتش اي خضار، ليه احنا ما جبتش اي خضار؟ لان الخضار كله كان غالي وزيه زي القريه بتاعتي، فانا قلت حرام يعني اللي هيخليني اجيب خضار من السوق وبس شيله وخلاص، والخضار طبعا في الصيف خصوصا الطماطم مش بتتحمل المشوار، ممكن اجيبها يعني عصير. فقلت طب وعلى ايه؟ بما ان هي نفس الاسعار انا اجيب من القريه بتاعتي وخلاص، تمام؟ المهم لقيت الصراحه الخضره والكرات هما اللي رخيصين في القرية بتاعتي. كانت الخضرة ربطيتين او حزمتين بخمسة جنيه، في السوق لقيتهم طبعا ثلاث حزمات في السوق بخمسة جنيه، فرحت جبت ايه بعشرة جنيه. قلت الصراحة انا معايا ورق عنب عايزة اعمله، وكمان قلت ايه للطيور، يعني صراحة الخضرة جميلة جدا للطيور وخصوصا في الجو الحر ده، بترطب عليهم وبتزود طبعا الاوزان وبتقوي المناعة، هي صراحة مكمل غذائي جميل جدا جدا الخضرة، سواء بقى كانت جرجير سواء كانت كرات سواء كانت كزبرة شمار او شبت او بقدونس، المهم يعني اي نوع الصراحة خضار حلو جدا جدا. تعالوا نشوف النهاردة هنأكل طيورنا ايه. بصوا شايفين الفرخة دي، على فكرة الفرخة دي بقى من دورة الشهر الفات، بصوا شايفين ما شاء الله يعني بدأت تتغير، والأوزان بتاعتي بدأت برضو تختلف. تعالوا بقى نشوف النهاردة بواقي الأكل اللي هي بتاعت يوم الخميس اللي هو بقى الرز. بصوا بقى أنا بواقي الأكل دي بشيلها من على الطبلية على طول على الطيور، يعني مش بسيبها تبوظ معايا في التلاجة ولا تاخد يوم أو ثلاثة ولما ناكلهاش يعني حتى اللي أجيبها للطيور، لأ أنا الصراحة بحب أكل الطبيخ يوم وتاني يوم. اول يوم باخد الاكل برضو من على الطبليه، مش بحطه الصراحه تاني في الحلل، لان كده ممكن الاكل يبوظ منه، تسيب الاكل النظيف وكب الاكل اللي انت اكلتي منه او تغمس فيه، تمام؟ عشان بس الاكل ما يحدكش منه كبوز. تاني يوم بقى خلاص احنا اكلنا واتغدينا، تاني يوم باخد بقى اللي في الحلل على اللي في الطباق كل بقى باخده واطلعه لطيوري، خلاص بقى احنا اكلنا منه يومين، الصراحه ما بحبش اكل من الطبيخ اكتر من يومين، انا اصلا لما بيبات مش باكله، ولا اللحمه لما بتبات برضو مش باكلها، تمام؟ فيعني ايه
بخلي الصراحة لعيالي يومين زي ما قلت لكم، بعدين اخد للطيور. تعالوا بقى نشوف النهاردة هنعمل ايه. النهاردة انا جايبة الكرات زي ما انتم شايفين كده، بصوا جميل على فكرة، الكرات ده جميل جدا، ممكن تعملي بيه طعمية وممكن برضو تحطيه للطيور زي ما انا هعمل كده. والكزبرة فكرة اصلا الخضرة في الصيف بتكون يعني بصي العرق بتاعها اصلا صغير والربطة بتاعتها برضو صغيرة، غير الصراحة الشتا خالص. فانا برضو هحاول بقدر الامكان اني انا اجزجزهم كده للطيور على باقي اكل البيت، علشان انا مش عايزة استخدم علف كتير زي امبارح زي ما قلت لكم، يعني عايزة استخدم نص كمية العلف اللي انا كنت بستخدمها اول ما جبت الطيور دي. تمام، شايفين بقى الفراخ بتاعتي ما شاء الله عليهم عايزين ياكلوا من باقي الاكل قبل اصلا ما احط عليها العلف ولا الخضرة. تعمل ايه يا حنان دلوقتي؟ دي بطاطس وطبيخ وقشر بيض و لا حول ولا قوة الا بالله، عصفور ورز. المهم الطبيخ اللي انا كنت عاملاه كله، بس الصراحة ما صورتوش معاكم، وعملت معاهم الفرخة الساسو. صراحة الفرخة الساسو كان طعمها جميل جدا جدا، برغم ان هي كان فيها بيض وعنقود بيض من جوه، بس والله العظيم كان طعمها تحفة خالص صراحة. يعني انا بشجع كل ستات البيوت لو معاكي مكان متوفر لتربية الطيور، ربي طيور بصراحة تاخدي طعم حلو مميز، غير صراحة طعم الفراخ بتاعت المزارع او بتاعت المحلات، وكمان هيكون معاكي خير في بيته. دي يعني صراحة دي اهم حاجة. تعالوا بصوا بقى بعد ما قصقصت كده او خرطت الكرات والكزبرة والشبت على بواقي اكل البيت. تمام، لو حابة طبعا تزودي زي ما انا هزود، هحط معلقة من السمسم، ده سمسم بلدي على فكرة مش مستورد، ومعلقة من حبة البركة. على فكرة حبة البركة والسمسم والكرات والخضرة دي بتزود المناعة وبتقوي جهاز المناعة عند الطيور بطريقة انت ما تتخيليهاش، او لدرجة انت ما تتخيليهاش، افضل من اي علاج بيطري. الحاجات الطبيعية دي بجد والله العظيم افضل من اي علاج بيطري. تمام، بصوا التلاتة دول كده كنز في المنزل، يعني بخمسة جنيه بس حتى تقوي مناعة الطيور. بس الوصفات دي تستخدميها 3 أو 4 مرات في الأسبوع. تمام، علشان بجد يعني الطيور بتاعتك لما تتغير عليها الجو زي ما احنا شايفين السنة دي، صراحة الجو مش مستقر خالص، يوم هوا ويوم حر ويوم برد ويوم مطر، فالسنة دي صراحة الجو كده من أول السنة. انا اعمل ايه علشان طبعا اقوي جهاز المناعه عند طيوري؟ تعملي الحاجات اللي انا بقول لك عليها، بصل ثوم خضره زي كده، حبه البركه وسمسم، الحاجات دي بتقوي المناعه جدا 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 عند الطيور. والكركم والنشا طبعا الصراحه جميلين برضو للطيور. بصوا بقى المعلقتين دول لو انت استمريتي طول الدوره بالمعلقتين دول ان شاء الله باذن الله مش هيكون عندك نفق ابدا. يا بنتي يا حنان عندك نفق؟ انا عارفه ان انا عندي نفق، بس النفق اللي عندي انا من درجه الحراره العاليه، يعني علشان الشمس دايما ايه خبطه كده في السطح. لكن لو انت عندك مكان جيد للتهويه ومكان طري كده ودرجه الحراره فيه مظبوطه، ان شاء الله باذن الله لو استمرتي على معلقه الكركم والنشا ومعلقه حبه البركه والسمسم طول الدوره، باذن الله مش هيكون عندكي اسهالات ومش هيكون عندك نفق جد ابدا. ليه بقى؟ علشان انت هتقوي المناعه وهتمنعي الاسهالات بالمعالج اللي انا بقول لك عليها دي. والله العظيم الحاجات دي على فكره رخيصه، ما فيهاش الصراحه يعني اي حاجه غاليه، انت ممكن ب 20 جنيه من كل حاجه تاخد معاكي طول الدوره. تمام، انا دلوقتي زي ما انتم شايفين طبعا الخضره زي ما انتم شايفين كده الخضره والبطاطس وباقي الاكل يعني، وشويه علف كده زي نص كيلو من العلف. تمام، هخلطهم كده مع بعض كويس عشان احطهم لطيوري. بصوا شايفين زي ما دلوقتي قلبت الخلطه كويس وحطيت طبعا في 3 اطباق، شايفين يعني شويه بسيطين خالص في الطبق، واللي في الحله ده خليته للديوك بتاعتي. تمام، لان الديوك يعني مش هصومهم انا، لا انا ان شاء الله باذن الله هذبح واحد او هذبح الاثنين. وبصراحه في ناس بتقول لي اذبحي الاثنين وفي ناس بتقول لي اذبحي واحد، وانا والله بجد محتاره. لو في حد يعني يفيدني طبعا برايه ويقول لي انا اذبح الديوك الاثنين الكبار دول واخلي الديك من الدوره الجديده، ولا اعمل ايه؟ تمام، شايفين الطيوري ما شاء الله هتتجنن على الاكل، وده طبعا علشان هم جعانين اصلا. ودي يا ماما تعالي، بصوا شايفين حالة، بصي قدامك شوفوا، شايفين البت الجميله دي؟ وديه يا روحي جوه.
شطورة يا لولو، شطورة شطورة يا ماما. شايفين بقى الطبق اللي وديته حلا هناك ده برضه هيروح ياكلوا فيه. المهم بقى انا بسيب الصراحة الطيور جعانة للصبح كله علشان يعني افضل كده، افضل عشان درجة الحرارة العالية. لكن لو انت عندك مكان زي ما قلت ليك رطب، حطي لهم طبعا اكل الصبح. تمام، تعالي هنا يا حلا، تعالي بقى سيبهم عشان ياكلوا، وقولي لهم يلا اعملوا لنا لايك. شطورة يا لولو زي ما قالت لكم حلا طبعا، وكومنت اوعوا تنسوا الكومنت زي ما قالت لكم طبعا حلا، اعملوا لنا لايك للفيديو واشتراك للقناة وفعلوا زر الجرس على كلمة الكل عشان كل ما ننزل فيديو تتفرجوا عليه. كنت معكم حنان سيد من يوميات نونا بنت الصعيد، ما تنسوش طبعا لايك وشير كتير للفيديو، والكومنت اهم حاجة، لاني فعلا والله انا لما بشوف كومنتاتكم ببقى مبسوطة جدا جدا، ولو ما عملتوليش طبعا كومنت بزعل، وبتهيألي يعني اخواتي وحبايبي اكيد مش هيزعلوني. باي، مع السلامة.